وانت الوحيد اللي تقدر تقول لنا اللي احنا بنقوله صح ولا غلط، لان انت في الملعب ودي ما تعتبرش اسرار. النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، دي خطه. يجي مؤمن يلعب 4-2-3-1، يجي متعب يلعب 4-2-3-1، الخطه اللي بيلعب بيها الاهلي 4-2-3-1، لكن اي حد بيدخل ينفذ السيستم الواحد. صح اللي انا بقوله ولا غلط؟ اكيد ما كله بيتمرن تمرينه واحده، 29 لعيب اللي هم مكانين في القائمه بيتمرنوا تمرينه واحده، حافظ سيستم اللعيب، بيتغير لعيب بس بتلعب بالخطه هي هي. طيب ليه بسالك السؤال ده؟ الخطه دي بتعتمد على الاطراف، وده اللي محدش بيتكلم فيه كتير. اللي انت يجي يقول لك ده واحد مروان، ما هو مروان مش هيعمل حاجه لوحده، لازم التكمله، الثلاثه اللي بيبقى تحتهم، سواء عبد الله او سواء مؤمن او سواء وليد او اي حد أو بيلعب كريم او كريم نيدفيد، انا مش او أنا جونيور او ميدو او تشكيل حمزة الزمان. مؤمن زكريا من وجهه نظري الشخصيه في السنتين او في السنه الاخيره افضل لاعب في مصر في خطه 4-2-3-1، وانا مش بجاملك عشان انت معايا. ليه؟ لان مروان، بص الهدف الزمالك الاولاني بتروح من ناحيه عبد الله بيمررها لحسين، حسين بيرفعها، مروان بيقطع على الاولى، التكمله لو انت مش موجود ما كانتش هتبقى هدف. متفق معايا ولا لا؟ اكيد يعني الحمد لله، انا شايف الحمد لله ميزه فيا ان انا بحب على طول اكمل في ال 18، ويعتبر اهدافي كتير ان انا على طول بكمل في ال 18، دي حاجه كويسه اتمرنت عليها. في فضل مدربين كتير ان هم ساعدوني ان انا اوصل للحته دي. الحته دي مثلا مش هتيجي لوحدك، لا هتيجي بتمارين باصرار مدير فني عليك، مش واحد لا دول اتنين. فدي الحمد لله شايفها ميزه كويسه واقدر اوصل فيها اكتر من كده ان شاء طيب الله. انت قلت لي جريدو مقتنع بامكانيات مؤمن زكريا، الكابتن حسام البدري مقتنع بامكانيات مؤمن زكريا؟ الحمد لله مقتنع بيها، بصفه ان انا يعتبر بشارك اغلبيه الوقت يعني. طيب عايز افصل معاك شويه وعايزك تقول الو. الو، علي صوتك. الو 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 عايز نقول الو كتير يعني قول اي حاجه طيب عشان ابقى عارف. بس قول اي حاجه عشان يعرف، لو ما عرفش انت مين هيزعل منك جدا. بس على العموم عادي مفيش مشكله، مو مشكله. انا عرفت والله. ايه؟ مفيش مشكله عادي، هقبلها هقبلها. القناص لا 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 القناص اكيد معانا على الهاتف الكابتن عماد متعب، واحد من افضل راسات الحربه في تاريخ النادي الاهلي، وليه مكانه كبيره جدا جدا عند جماهير النادي الاهلي. كابتن عماد برحب بيك. كابتن شادي برحب بيك، وبقول لك الف مبروك على البرنامج وعلى عودتك للقناه، وان شاء الله تكون بدايه جديده وانطلاقه جديده لقناه النادي الاهلي بوجودك. وبقول مؤمن وحشني جدا والله. كابتن عماد لسه متكلمين النهارده، وانا والله مش انا بجامله، بس انا فعلا انا كنت واخد قرار ان انا ما اعملش اي مداخلات ولا اتكلم خالص، بس لما عرفت ان مؤمن معاكم النهارده يعني قلت لازم اول واحد اكلمه. عمده عايز اسالك سؤال، دايما لما بتجيب هدف وبتصادف كده كتير، مؤمن يبقى مش بيبتدي المباراه او خرج تغييره وخرج، اول حاجه بيعملها بيجري على عماد متعب، ايه السبب؟ لا مؤمن عايز اقول لك يعني من اكثر لعيبه اللي بتكون بتتمنى ان عماد يكون موجود في الملعب، او نفسه ان عماد يسجل اهداف، او نفسه ان احنا نكون بنلعب جنب بعض، وبيفرح لي جدا جدا، والفرحه بتبقى من قلبه واضحه، يعني من قلبه واضحه بيتمنى لي ان انا ابقى موفق في كل الاوقات، فدي بحسها منه على طول. ويمكن الاحساس متبادل، يعني يمكن مؤمن في اغلب الاوقات، يمكن ماتش الزمالك انا قلت له قبل ما ينزل المباراه انت هتجيب جول النهارده، تونتيني في الماتش ده. عمده يعني بتشوف فنيا داخل الملعب، انا كنت لسه بتكلم من شويه وانت كمان كنت موجود بقالك مده كبيره، وواحد من نجوم النادي الاهلي، جبت اهداف صعبه جدا جدا، فعايز اخدك لحته فنيه كده. وخلي بالك الاستوديوهات كمان عمده لما يجي فيها تبقى حاجه جامده جدا كاسم كبير. ايه بس مش دلوقتي؟ لا مش دلوقتي طبعا، اكيد هو عارف انا بحبه ده، انا ما اقصدش كده، اللي انا اقصده لسه قدامي 5 سنين 4 سنين. الاهلي بيلعب ب 4-2-3-1. انا مؤمن هو معايا من شويه، بقول له يا مؤمن في نقطه مهمه جدا فيك فنيه، من افضل لعيبه في مصر بتعمل التكمله، لو اجاي موجود، لو مروان موجود، لما انت كمان بتبقى موجود بتلاقيه بيكمل على طول، يبقى راس حربه تاني، وتحركاته بتبقى سليمه بنسبه 100%.
مظبوط، ده اللي بيحصل. يمكن الميزه لما تكون بتلعب 4 2 3 1 ان يبقى عندك الـ يعني واحد زي اللي بيلعب في مركز عبد الله السعيد، يبقى هو اللي همزه الوصل في الملعب، والطرفين بتوعك الاثنين اللي بيلعبوا على الاجنبي لازم يبقى عندهم النزعه الهجوميه ويكونوا بيعرفوا يجيبوا جوان. يمكن مؤمن بيأدي دي بشكل كويس جدا جدا جدا، ويمكن انت قلت جمله في بدايه الحوار ان مؤمن جاب على ما اعتقد 33 هدف في سنتين، ودي نسبه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه ويحفظه. دي نسبه كبيره جدا انه مش مهاجم ويسجل الاهداف دي في سنتين، فانا شايف ان هي معدل تهديفي عالي، وده يبين لك قد ايه هو ايجابي على المرمى، ويبين لك قد ايه ان هو بيعرف يجيب جول. وصعب جدا، يعني قليل جدا اللعيبه اللي ما بتكونش بتلعب مهاجمين ويبقى مميز ان هو من اقل الفرص يقدر يسجل اهداف، فالحمد لله دي ميزه كبيره جدا عند مؤمن زكريا. عمده هاخدك بعيد شويه، انا عارف ان انت لسه راجع بالسلامه، كنت في عمره صح؟ مظبوطه. دعيت قلت ايه؟ لعماد متى؟ لعماد متى؟ لا يعني بصراحه انا عارفك ان انت صريح معايا. لا دعيت ان يعني ربنا ينصرني على اي حد بيحاول يظلمني، يعني دي كانت اكتر دعوه كنت بركز عليها. دعيت لمؤمن ولا لا؟ دعيت له كتير جدا والله. جدا جدا يعني خلي بالك، يعني في ناس على فكره، في ناس اتفضل يعني وانا بعمل عمره كانوا في دماغي طول الوقت، طول سبحان الله، يعني في ناس كنت متذكرهم طول الوقت. انا رحت على المدينه الاول، بعد كده رحت عملت عمره سواء في المدينه او في مكه، الاسامي ما بتخرجش من دماغي. يعني مؤمن كان بسم الله ما شاء الله كان واحد منهم. طب انا في حاجه عايز اخدك شويه، انا عارف ان انت ما دعتليش لان انت ناسيني، لان في اتفاق ما بيننا وانت ما عملتوش، وانت كده صراحه مش هكدب عليك. انا عارف، بس خليني اقول لك عماد، في حاجه يعني انا بحاول ادور على صياغه اقولها لك تحاول تفهمني بيها عشان ما تزعلش مني، لان انت تعرف معزتك عندي، وانا دايما بقول عماد متعب كاريزما، ومش اي لعيب يبقى كاريزما، ده من اول يوم شفتك فيه للامانه، هدوءك، مساندتك لزمايلك، تركيزك في المباريات. انا رحت السنه اللي فاتت شفتك مرتين، قلت عماد ما اتغيرش، ده هو حاجه غريبه جدا، حاجه كويسه، كاريزما، هو داخل النادي كاريزما للامانه. بس اللي انا عايز اسالك فيه، دايما بشوف، وده مهم جدا تقوله معايا، انا عارف الحلقه لمؤمن وكده، بس السؤال ده ليك مهم جدا عشان جماهير النادي الاهلي. بحس يا عمده من الاعلام في ضغط على عماد وفي ضغط على الكابتن حسام البدري، بتشوف زي كده ولا ما بتشوفش كده؟ بص، عشان بس الاصل يعني الامور، يعني عشان تبقى واضحه، انا مش حابب اتكلم في النقطه دي، وانت زي ما قلت النهارده الحلقه المؤمن، لكن انا عايز اوصل حاجه بس، لان انا بقالي سنتين ثلاثه بالظبط، ثلاث سنين يعني، وانا عندي 30 سنه بيتقال ان عماد متعب ما يقدرش يلعب ماتش كامل. دي حقيقة. وبقت نغمة وبقت زيطة، وبقى أي حد يطلع يتكلم، وأي حد ألاقيه بيكلمني في التليفون يقول لي اللي بيحصل معاك كان بيحصل معايا وأنا لعيب كورة، وألاقي الناس تتكلم أصل عماد مش عارف إيه، أصل الظروف دي كانت بتحصل معانا، عماد التاريخ ما بيتنسيش، واللي أنت عملته مش عارف إيه، وأنت دورك مهم بره الكورة. لا، أنا لو دوري مهم بره الكورة أو دوري مهم بره الملعب، لا، أنا هقعد في بيتي وهقدر أنصح الناس اللي موجودة في الملعب، وأنا لو واحد شايف إن أنا مش قادر ألعب 90 دقيقة هقعد في بيتي وأعتذر. دي نقطة مهمة جدا 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 عشان الأمور إيه تبقى واضحة بس، لكن أنا سايب الناس تتكلم زي ما هي عايزة تتكلم، وكل واحد بيقول من وجهة نظره، ومحدش بيشوفني أنا بتمرن إزاي، ومحدش بيشوفني أنا ما لعبتش على ما أعتقد، يعني مع جريدو، يمكن جريدو هو أكتر مدرب أنا لعبت معاه، ويمكن في السنة بتاعت جريدو أنا جبت واحد سجلت 21 هدف عشان الأمور تبقى واضحة، لكن إحنا عندنا اللعيب اللي بيعدي ال 30 هو لازم يعني إيه يتعدم، يتضرب بالنار، وفي ناس مش عايزة الاشكال القديمه، اي وش قديم من الناس القديمه مش عايزينه يبقى موجود، ما تفهمش ليه، زي ما تفهمش ايه الاسباب. ايه زي مين؟ لا ما اعرفش، لا ما اقدرش حد، يعني مش بقول لك زي مين، مش انا بتكلمش، انا بكلمك بشكل عام، يعني في ناس عماد عشان بيلعب بقاله فتره كبيره جدا يبقى لازم هو كبر، او عشان ابو تريكه وبركات واحمد حسن ووائل جمعه والناس دي كلها اعتزلت، فعماد متعب لازم يعتزل. يا جماعه انا اصغر من الناس دي بكتير، وبعدين كل واحد حر في قراره، وكل واحد هو شايف الوقت المناسب لاعتزاله.
انت فاهمني. بس فالرغي رغي 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 رغي، وانا ساكت ساكت ساكت، ونغمه طلعت ربع ساعه وثلث ساعه و10 دقائق وخمس دقائق، لو انا مش قادر العب الربع طب اتمرن بقى، انا اقدر العب 10 دقائق وربع ساعه وانا قاعد في بيتي بقى. عمده يعني اسمع رغي. اسمع مؤمن عايز يقول لك حاجه. ده انا عايز اقول للناس مش هقول لكابتن عماد. قول قول وعماد معانا. يا كابتن شادي، اولا هو كابتن عماد لما بيتمرن ربع ساعه لوحده؟ لا بيتمرن تمرين كامل معانا. صح. يعني مثلا 80 ساعه ونص، هو بيلعب بيتمرن كلنا ساعه ونص، هو ما بيطلعش مثلا من الاحماء ويخلص. فهو قادر ان هو يلعب 90 دقيقه عادي. بس زي ما قلت كابتن عماد، هي المشكله ان الناس بتقيمك في حته معينه وبيفضلوا ماشيين فيها. انت تعرف هتعرف الاهداف الكاس النادي الاهلي ماتش السته بتاع الكاس في عماد فينش، عماد متعب اللي انا اعرفه من 2002 ولا 2003 ولا 2004، نفس الفينش بتاع عماد بتاع زمان. فجأة الجون يا عماد اللي انت ببطن رجليك في البعيده دي يا عمده. لا انا بالنسبه لي احسن جون لكابتن عماد ده دي بتاعته الاتحاد الليبي دي، عارف ماركه عماد متعب. متفق معايا ولا لا؟ بص يا استاذ، عشان يعني الحمد لله، يعني الواحد في كل يوم وكل ماتش الواحد بي 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 بياخد ثقه في نفسه اكتر وبيتعلم اكتر والحاجات اللي موجوده عنده بيحاول ياكد عليها، ومن الاخر بحفظ مكاني. انا خلاص وصلت الحمد لله، بوصل لمرحله ان انا مش محتاج اشوف انا واقف فين. انا خلاص صح. بقيت عارف انا واقف فين، بقيت خبرة. عارف انا بتحرك ازاي، بتوقع الكره ممكن تيجي فين. يعني في ناس كثيره جدا جدا يشوفوا الجون السادس مثلا في مباراه الكاس جون سهل، في ناس كتير، في مهاجمين كتير جدا مش هيكملوا، تطلع بره وتقلش وتطلع عالي، مش هيكملوا. خلاص انا توقعت، كان عندي ثلاث احتمالات ان 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 ان, إن يعني حارس المرمى يلتحم مع مؤمن والكره تجيلي، حاجه ثانيه ان الكره تعدي زي ما هي عدت بالشكل ده، وحاجه ثالثه ان مؤمن ياخد الكره على جنب ويحطها لي بالعرض واجيب جول. علشان كده انا كملت مع ان النتيجه كانت 5-0 وخلاص المباراه منتهيه، لكن الحمد لله في احتمال من اللي انا توقعتهم حصل وسجلت هدف. يعني في حاجات بتبقى يعني حاسه احساس مهاجم. مش كل الناس هتفهم الكلام اللي بيتقال ده، وزي ما قلت لك يعني هو في ناس كتيره جدا 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 عايزه تقول عماد ما يلعبش الربع ساعه وثلث ساعه، مع انهم مش قادرين يفهموا ان الربع ساعه وثلث ساعه اللي انا بنزلها والفرقه متعادله او الفرقه خسرانه بتبقى اصعب كتير جدا جدا جدا. صح. من اللعيب اللي يبدا المباراه. وبعدين الطبيعي جدا ان اللعيب ممكن يلعب ولما يتعب يخرج، ما في ناس كتيره جدا بتخرج بين الشوطين، في ناس كتيره جدا بتخرج في الدقيقه 60، وناس كتيره جدا بتخرج في الدقيقه 70. يعني اي لعيب في العالم معرض انه يتعب ومعرض ان هو صح. يقدر يكمل المباراه، واللعيب بيجي بالماتشات. يعني انت اللعيب لو لعبته بقاله فتره ما بيلعبش ولعبته مباراه هيلعب 50 دقيقه وهيبقى تعبان، المباراه اللي بعدها يلعب 60 دقيقه ويبقى تعبان، المباراه اللي بعدها يلعب 70 دقيقه ويبقى تعبان، المباراه اللي بعدها يلعب 80 دقيقه وتعبان، المباراه اللي بعدها يلعب ماتش كامل والتعب بتاعه هيبقى عالي بعد الماتش، الريكفري هياخد وقت اطول، بعد كده مش هيتعب، بعد كده هيبقى نشف. يعني ده طبيعي في الكوره. صح. سيبك التمارين شيء والمباريات شيء تاني خالص خالص. بص يا عمده، انا عايز اقول لك جمله وبقولها لك باخلاص شديد جدا، مش كزميل، كمشجع اهلاوي. عماد متعب لما نيجي نقيم مرحلة كلها، انت ليك رصيد كبير جدا جدا عند جماهير النادي الاهلي، وانا دايما بقول النجم اللي ليه رصيد وحقق انجازات كبيرة هو سيد قراره، محدش يقدر يجبره على اي حاجة، لان خلاص الحب بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وده محدش يقدر يتدخل فيها. انت ايه رأيك في اللي انا بقوله ده؟ بص، ما هو انا ده اللي انا قلت لك في اول كلامي، قلت لك انا واحد لو حسيت ان انا في يوم من الايام دوري بقى في الفرقه ان انا واحد بيتكلم بس، او دوري ان انا واحد من الاخر موظف، يعني مش هقول لك كماله عدد، موظف. يعني موجود دوري على الهامش، يعني مهمش، انا هقعد في بيتي لوحدي. بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى اخرجك من المود ده. خلي بالك في لعيبه، عارف فيلم محمد ابو سويلم، فيلم الارض لو عطشانه، في لعيبه عايزه تقعد وهي مش قادره. ولا انت مش متفق معايا؟ بيحصل. في لعيبه بتبقى مش قادره ومصممه اللي هي تدوس على نفسها. انا بتكلم على اللي انت بتتكلم فيه، واللي انا عايز اوصله اللي انت فاهم امتى ما تبقاش وصلت للمرحله دي. بالظبط. انا حافظ على اسم، انا اول واحد لازم اخاف على اسمي وعلى تاريخي وعلى فرقتي على فكره. يعني انا الحمد لله وصلت لمرحله ان انا النادي الاهلي ده بقى حاجه كبيره جدا في حياتي،
مستحيل احس في يوم من الايام ان انا تقيل على زمايلي وتقيل على النادي بتاعي، مستحيل اوصل لمرحله ان انا يبقى الجمهور بتاعي بيقول لي يا عم بطل بقى وريحنا انت مش قادر. يعني انا مش هقبل بده لنفسي ولا هقبل بده على زمايلي خالص طبعا طبعا نهائي. بس الفكره كلها ان انا نفسي اعرف الحكم اللي عمال يدور بقاله سنتين ثلاثه، وانا عندي 30 سنه، انا بقول لك وانا عندي 30 سنه، انت متخيل 30 سنه لسه في العز. قال عماد متعب ما يقدرش يلعب ماتش كامل، مع اني مع جريد وكنت بلعب مباراه كامله الكونفدراليه اللي قعدت 96 دقيقه والامور تمام وما فيش اي مشكله خالص والدنيا جميله وعادي وبتعدي. يعني عارف يعني انا نفسي افهم بس جايبين الجمله دي منين والنغمه اللي هم ماشيين عليها دي ليه؟ لو احنا بقى بنلعب العاب قوه وعايزين لعيبه العاب قوه خلاص دي قصه ثانيه. يعني عمدة احنا 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 في ظهرك ودايما مش في ظهر عماد بس، في ظهر كل نجومنا. وانا ليا جمله شهيره كنا بنقولها السنتين اللي فاتوا، لازم نحافظ على نجومنا ولازم نحافظ على رموزنا لان ده الاهم. لو انت ما حافظتش على الرموز والنجوم مش هيبقى عندك ولا رموز ولا نجوم. عايز اسمع منك جمله اخيره لنجمنا في الاستوديو النهارده مؤمن زكريا، هتقول له ايه؟ يعني انا اسف بس مؤمن ان احنا خدنا من حوارك. لا يا حبيبي لا ده كمان انا بالنسبه لي انا الحلقه كده خلصت مع احترامي الكابتن شادي. يعني بالنسبه لي الحلقه خلصت ان يعني حد بكلمه عماد متعب ان هو يخش يعمل مداخله وكده حاجه كبيره بالنسبه لي. يا حبيبي انت اخويا وانت عارف ان انت اخويا، وعايز اقول لك انا اكتر واحد حزين ان انت مش موجود في منتخب مصر وانك مش هتكون موجود في كاس الامم الافريقيه، لانك فعلا كنت هتبقى اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر. بس تقول الحمد لله واللي جاي ان شاء الله يبقى احسن، ويبقى لك دور كبير جدا مع المنتخب في الفتره اللي جايه، وافضل مستمر على الاداء بتاعك وعلى التالق بتاعك في الفتره اللي جايه، لان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني هتعمل حاجات كتيره جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر في السنين اللي جايه، لان امكانياتك وتدريباتك واصرارك يعني هيثبت ده وهياكد ده. وانت من الشخصيات المحترمه ومن اللعيبه المحترمه واللعيبه اللي انا بحترمها جدا 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 وبحبها جدا جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، وبقول لك ربنا يكرمك وما تركزش مع حد يتكلم، ركز في تدريباتك وركز في مبارياتك وما تفتكرنيش مع كل ما تنسانيش مع كل جول تجيبه يعني. لا يا حبيبي يا كابتن عماد عمده واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي، انا سعيد جدا بالمكالمه بتاعتك النهارده، وباكد لك مره ثانيه كلنا في دارك مش هنسمح بالكلام ده، لان انت بالفعل ليك رصيد كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. واحد